السلام عليكم. اليوم حبيت نقدم لكم إقامة سكنية رائعة من تتكون من 360 شقة، وتقع بالمدينة الجديدة تاع الشرق، مدينة مستغانم، مدينة خروبة أو حي خروبة، ما أصبحت مدينة كبيرة على كل حال. وهذه الإقامة السكنية اللي قلنا تتكون من 360 سكن، طراز معماري رائع. نشوف هنايا يعني النوعيه نتاع البناء، يعني لا فينيسيون، من ناحيه لا فينيسيون شيء رهيب. وهذا مطور جزائري وعنده اقامات اخرى كذلك في تلمسان وبمستغانم، ونشوف يعني النوعيه جيده جدا او حتى من يعني من الداخل كذلك. وهذه الترقية تعتبر يعني من الخواص، لا تدخل في البرامج نتاع السكن نتاع الدولة، والسعر ديالها يكون مرتفع شوية بالنسبة للسعر نتاع السكنات نتاع الدولة. إذا شيء جميل نشاهد مثل هذه الإقامات، وهي يعني العمارات لا تتعدى 6 طوابق، والتوزيع نتاع العمارات يعتبر جيد جدا، وكذلك التهيئة الخارجية في المستوى. ماذا بينا احنا يكون يعني إقامات من هذا النوع في ولايات أخرى. نترككم مع نهاية الفيديو هذا، والسلام عليكم.